اوف زهقت شغل خلص، بدي اترك لهم هالاستوديو واروح الدار. والله اشتقت لاكلات امي، بدي ورق عنب ومسخن وبدي مفتول وبدي تبوله وبدي من خبزات امي اللي بتعملهم. نعم اقسم بالله ما حد هيطلع من هنا قبل ما نخلص كل التسجيلات، والراديو كمان يطلع للنور. استهدي كده بالله يا حبيبتي وروقي. ايوه يا محسن. ايوه في الاستوديو. مش لو خليتوني اعرف بس. اي أيوة والله الورقات العنب بجنن. ثواني كده، انا سامعاكي عماله تبرطامي وتتكلمي. على فكره انا مش لوحدي، ده في بودي جاردات بره وكلاب حراسه ومفاجآت كتير مستنياكي لو طلعتي. انت حره بقى. لا لا لا، كلاب حراسه شو وبودي جارد شو، هيني راجع شغلي خلص. يا عبد السميع هات ليمون كده للاستاذه خليها تهدي اعصابها شويه. ميكسات لينا سرنا.